هيدي حرب بلشها الجنرال من وقت اللي طحش على البترك وعلى النواب وعلى الاحزاب السياسيه وعلى الاذاعات بده ياخذها وعلى التلفزيونات ما بده يخلي شيء وعلى الجرايد ابدا يا بت قول له امرك سيدنا ما بخلي شيء ما في شيء لازم يضل وعم يكفيها كان هلا بده ياخذ القوات اللبنانيه ما راح خليه ياخذ القوات اللبنانيه وما في ياخذ القوات اللبنانيه كل احداث اثبتت ذلك بدي اقول له شغله انه بنضل نقاتل 100 سنه ما بخليه يحط ايده علينا انا ما بقبل القوات اللبنانيه اكبر منه القوات اللبنانيه اقدم منه اعرق منه اشرف منه وطنيه اكثر منه ما بنقبل نحن واحد مثل مش العون يعطينا دروس الوطنيه ما بقبل انا ما بقبل وقت بلشنا نحارب السوريين سنه ال 77 ببلا كان هو وجو فرح وجو نصيف وكل ضباطه قاعدين معهم باطار قوه الردع العربيه كنا نحن مجموعات صغيره عم نعمل كمان نسحر كونس على السوريين وقت بلشنا نحن نطرح اعرف عدوك احزر عدوك السوري عدوك وين كان هو كان عم يتسلى ما بعرف يا سكن عم بيلعب ورا هلا جاي عم بيحكي ما انا ما بقبل هالموضوع ينفتح عم بحكيها نحن خيانه مين اللي سلم الشرعيه للسوريين هو اللي سلم تصرفاته مين اللي دوب العدد السوريين بلبنان هو اللي دوبها هو عمل خيانه ولو بشكل غير مباشر انا متاكد انه مش خيانه بشكل غير مباشر بس الخيانه اللي بشكل مباشر عم يعملها انه عم يخون كل الناس ما بدي روح ابعد من هيك بهالاول بدي اقول له انه رينجر اخر واحد بالقوات اللبنانيه اشرف ما راح الا بنشوف عيب عليه عيب على الحكي هذا لو ما القوات اللبنانيه ما وقف البلد 15 سنه هو ما اجى رئيس حكومه اول من اعترف فيه يمكن هيدي كانت غلطتنا انا اللي اعترفت فيه قلت هيدي حكومه استقلال اول من يلي دعمه سياسيا وقت كل الناس كانوا ضده نحن كنا دعمناه سياسيا بس اتقي شر من احسنت اليه وقت كانت عم تتشكل الحكومه بعصر بعبده بيخدني الجنرال عون عجله بيقول لي يا سمير بشرف العسكري هيك بالتاريخ بولا بيخدني على اوضه الاجتماعات اللي حد غرفه الرئيس بيقول لي يا سمير بشرف العسكري بدنا بحافظ على الجيش بحافظ على القوات اللبنانيه وين شرفك العسكري يا جنرال عون؟ حدا دعمه اكثر ما دعمناه نحن سياسيا ومعنويا ماديا وعسكريا شو اجينا منه؟ مجموعه مشاكل انا وبلو فينير بدا من 14 بات انتهاء بهلا واصل معه انه بده يلغينا لك ليش بدك تلغينا يا جنرال عون؟ ليش؟ قال لي انه معطل قلت له ليش قلت له شو لك معنا انت؟ يا في حريات سياسيه يا في حريات انت شو لك معنا؟ انه واحد ما له حق ياخذ موقف سياسي افترض مع او ضد انت ما لك معي انت ما لك معي اذا في حريات سياسيه والله الي حق بده يكون مع الشيطان انا اذا هيك بتنطرح وبده يكون ضد الملاك اذا هيك بتنطرح انت شو لك معي؟ انا بعرف اذا كنت ضد الطائف كيف كنت ضد الطائف انا بعرف ايش طول سياسي ومسقطين الاتفاقات قبل وبنعرف كيف تتسقط الاتفاقات وبنعرف كيف تتوجه سياسه بس انت اثبتت كل الاحداث انك ما بتعرف تتعاطى بالسياسه بدك تسير كل حمير بالسياسه انه هذا من قبيل التساوي بالفقر من قبيل التساوي بالغباء السياسي لا ما راح اقبل اني اتساوى معك بالغباء السياسي لانه ما في خليك وحدك بغبائك نحن بنعرف كيف تكون السياسه